Let's check. انا بعرف الطلاب هلا لما بيكونوا بيحضروا الفيديوز وبيكون بهمهم يروحوا على الكور بتاع الفيديو. خلينا نشوف انا وياكم الاوتلاين وبعدين برجع فوت ان دابث بالديتيلز هيك يكون بين مع الكل، خاصة اذا بدكم تشوفوا بقية السلايدز من هلا بلشوا تطلعوا يعني تعرفوا وات تو ستدي. So, حنشوف بالتدريج حنشوف الـ what we call the software development life cycle. كلمة طويلة عريضة to mean something simple somehow. To mean what are the steps that must be followed by any software development team in order to guarantee a good quality of the software by the end of the development process. Okay? Example. كلنا بنعرف انه to make a software what do you need to do. Okay, you have to develop the program using the IDE and to write its code. This happens to be only one of the steps, only one of the steps, coding. One out of seven or eight steps. Okay, if هالقد and surprisingly بكره بتشوفوا بالستاتس بالستاتستكس اللي حنشوفهم عن very big projects من اي بي ام دير من دار العالم this takes only up to 20% of the software development life cycle. Development اللي انتم عم تتعلموا بكل الكورسز الباقيين بكورس الداتابيس تعلموا كيف how to create a database and how to write its queries. بكورس الويب ديفلوبمنت تتعلموا how to create a website. Because Java, how to create a software on the desktop with a graphical user interface, and so on and so forth. So, كل هودي الكورسز أنا ما خصني فيهم. So, أول كورس بتشوفوا فيه غير طاقية لألي. أنا مش عم بحكي programming بالمرة. Okay, so we don't speak about programming. We only talk about how to gather the requirements and analyze the requirements of your software by talking to the client. يلا. Okay, so هيدي أول step by the way. So okay, so software تاعي طالبين مني شيء محدد. Okay, so بيجي مثلا let's say a certain pharmacy, they tell me, ah, look, the pharmacy in front of us, they have a very nice software. Okay, the last week they detected a conflict between two different meds or drugs for one patient. Okay, and they could alert them. نحنا في حدا راح المستشفى بسبب هذا الشيء. واجا لامنا انه كيف انتم ما لقطتوا مثل الكيس تاعي جارنا اللي هونيك صيدلي اللي هونيك ولقطتوا انه انا عم تعطوني دوايين بيتعارضوا مع بعضهم، اوكي؟ ففيك تعمل لنا بليز سوفت وير لهذا الشيء، وبيجي بيقول لك فيري فيو ووردز اند ذي ونت تو سولف، فيك تعمل لنا سوفت وير للمدرسه، فيك تعمل لنا سوفت وير للمستشفى تاعتنا، فيك تعمل لنا سوفت وير للامن العام مشان نقدر الناس يعملوا طلب لباسبورات اونلاين، فيك تعمل لنا سوفت وير لشركه الكهرباء ليطلبوا عداد المواطنين اونلاين، اوكي؟ منا كلمه بتتم. You have to ask questions, مش هيك؟ ببلش تقول له طب شو بدهم يقدموا ملف اوراق وملفات ليقدروا يطلبوا عداد، مش هيك؟ اول سؤال بيخطر على بالك، هذا السؤال مثلا you are asking about the data. Okay؟ اذا ما انك خبير كفايه مش حيخطر على بالك انه ولو قد ما سالت بعد شيء نص ساعه او ساعه وبعد ميتنج او اثنين او ثلاثه رجع تساله ضيق، بركي هو الشخص اجنبي مقيم في لبنان. واني واي بده يستاجر بيت فور 1 يير، بده يجي يعلم بلبنان، بيعلم كابل اوف ييرز وبده يرجع يسافر. So كمان بده عداد كهرباء. So كيف بقدم؟ Is it the same documents؟ ايه ولا لا؟ no. من خمس ثواني ما كانت خاطر على بالكم هذا السؤال. But you have to ask it. No. Okay. طيب شو هو الاي دي تاعه؟ الاي دي هو رقم الهوية ولا رقم الباسبور؟ بركي زي ما معه هوية مثل هذا الأجنبي. Okay. And so on and so forth. So ما في سوفت وير فيك تقول له ايه خلص تكرم عينك للصيدلية مشان الكونفليكت عم بكره بجيب لك اياه. Okay. طيب غبت سوفت وير عن جد بلقط الكونفليكت وباركود سكانينج بيعمل سكان للدواء دغري بيقول لك اذا في كونفليكت مع دواء اخذه نفس المواطن قبل، اوكي نفس الزبون. بعد اسبوع بيجي بيقول لك بس ليك ابني لما عم بيطلع لفوق يعمل جرده الادويه عم بياخذهم على ورقه وعم ينزل لهون ليرجع يدخلهم على السيستم ليقول لي شو اللي ناقص وشو اللي منه ناقص. سو فيك تعملها انه على التليفون تاعه هو فوق او على التابلت هو على التدخيته فوق يقدر يدخل الادويه هذه اتس نيو فيتشر ما كان طالبه منك من قبل. And the problem, maybe you didn't ask about it. Okay, you didn't do an exhaustive requirement analysis. Okay, هلا طبعا تتذكروا the very first program that you wrote بالكورس الانترودكشن تو بروجرامينج.
Write a program that reads two integers a and b and displays the sum of a and b. هيدا الجزن كان هو ذاته الاسبيسيفيكيشن، كان هو كل الريكوايرمنتس، كان عندك one client اللي هو الاستاذ، one task اللي هي بس to sum up two different numbers given by the end user، والكود عشوائي كان هو ذاته هذا الشيء، مش هيك؟ ما هو انه الكود كثير بسيط بدك تكتبه، read that reads the first integer, reads the second integer, sum them up and display the sum on the screen، عشوائي عطاك الانستركشن لازم تكتبهم، لهالدرجة بيكون مش هيك؟ لهالدرجة بيكون سهل. So we're talking about four lines of code or six lines of code. هيدا ما بده engineering effort. اوكي هذا ما بده انجينيرنج افورت يعني بقول لك فيك بس ليك بليز تعمر لي حفه صغيره هون حد المحل تاعي اوكي without studying roads without studying logs without doing anything بتلاقي حط خفينتين في حط بعضهم ولزقهم مع بعضهم ما هيك وهيك بيعتبر حاله عامل حفه قدام المحل اوكي شتت الدنيا وقعت الحفه ليش لانه ما كان منتبه على مدري اي كونسترينت اوكي عمل اي كلام بينما اذا جيت قلت لك بدك تعمر لي فيلا بمليون دولار في مليون دولار بدأ so you have to create the plans for it okay well the plan بياخد أكتر بكتير من وقت التنفيذ okay so because you have to think about all the constraints إذا شو بيكلفني معي مليون دولار ما في معي غيره ما فيك تعمل لي سمكة الحيط هالقد وبقلبه هالقد features وبقلبه هالقد so في عندك constraint على المساحة في عندك constraint على عدد الطوابق نقدر نطلع فيه مش هيك الدولة بتحط لنا إياه هون so there are plenty of constraints okay نفس الشيء إذا تعمل باسبور تقدم على باسبور ما فيك تجي بالأخير يطلع في سيكوريتي بريتش وأنا أبعت كون معي بس رقم الهوية تعيتك شفتها شي مرة حفظتها أو صورتها بالتليفون بالعجقة ورحت وأنا عن جد ما معي هويتك أنت شخصية وعبيت هذا الرقم سموير على شي فورم وبعتولي باسبور عندي على البيت باسمك أنت واو أوكي وقدرت أنا أستعمله مشان نروح أعمل أشياء illegal so أكيد لازم يكون في شيء بهذا البروسيس يمنعني أن أعمل هذا الشيء for security reasons أو أني أخذ فيزا عنك أو مش هيك so لكن بس هذا اللي بنعمل software serious software بقلبه multiple actors المواطن الضابط المجند اللي بده يأخذ مني المعلومات ويدخلهم على سيستم حدا بده يأخذ لي صورة الضابط اللي بده يوافق عليها بالأخير رئيس القسم رئيس القلم مدري صار في multiple actors multiple users وكل واحد بيشوف different interface okay في أنا اللي بقدم على العداد في واحد بده يفعل عليها من شركة الكهرباء موظف بس إداري في واحد بده يأخذ الموافقة عن جد ويجي لعندي تحت باب البناية يعرف إنه أي واحد عن جد يمد له شريط الكهرباء وتمد عن جد it's and so on and so forth okay ولما خلص ويمضيني على شيء إلكترونيك على شيء تابلت يروح يبين عنده إنه عن جد هذا العداد تركب بياخذ أجاره هذا العامل okay so لكن في processes complex processes that you have to take care of الداتا اللي موجودة فيهم السكيورتي تاعيتهم ال underlying data that is exchanged with the database شو بيدخل ال end user شو بيرد لك السيستم and so on and so forth are you imagining what kind of software عم نشتغل مع okay so we're gonna dig deeper on how to do the requirements engineering بس بالقليل لما بكرة تحكي مع حدا بيشتغل بشركة أو إذا رحت على interview قريبا إن شاء الله ما تتخرجوا وتعملوا interview إذا قال لك ليك بديك ترافقني لما نروح على ال interviews مع ال clients بيكون انت بتساعدنا لنعد لي questionnaires okay نسال الكلاينتس بياخذ انت you gather all the requirements you specify them you put them to clear you analyze them اذا في اي conflicts بنحكي مع الزبون وبالاخير انت المسؤول انك توضح لهم للديفلوبمنت تيم شو لازم يعملوا okay لكن انت شغلتك بسميه software analyst او software architect okay شاطر بعالم software development مرق على راسك كتير أشياء وبدك تكون هيدا الخبير اللي بيروح مع CEO أو بيروح مع الكوميرشال الماركتينج بيرسون تيحكي مع الزبونات you collect the requirements وترجع على الشركة لتقدمها so لكن واحدة من learning outcomes حتكون لهذا الكورس انك بالقليل اذا قالوا لك هذه حتكون وظيفتك تعرف انه it's about requirements engineering وتعرف شو السكيلز المطلوبين منك لتعرف اذا بتقول لهم ايه بوافق على هالوظيفة ايه ولا لا okay فone of the typical questions اللي بيجونا بكرة بالمتل إنه بيجيك description لتاسك عم بيعملوها developers and it's up to you to identify إنه هاد task هي requirements engineering هاد task هي design هاد task هي development هاد task هي testing and so on and so forth okay so تاني part منشوفها هي UML use case diagrams okay منشوف كيف فينا نستعمل مثل kind of standard notation رسمي بس نرسم bubbles و arrows ومنعبر فيها عن كل الفيتشرز تاعو السوفتوير تاعونا اوكي فهيدي it gives us an idea about the size of the software بس تلاقي في كتير use cases يعني في كتير bubbles بقلب الرسمي معناتها this is a large software اوكي هيدي حيث المبدا بس في إلها كتير فوائد ثانيه لانه لما when you link the use cases together the bubbles مع بعضهم ب arrows
منقطين غير ما توصلهم ب arrows with solid line. لما تكتب على الارو كلمة extend تعني غير ما تكون مكتوب عليها كلمة includes. Okay. فusing a few tiny visual notations بصير تقدر تعمل لي عن فكرة السوفت اللي انت عندك اياها براسك بسهولة. And this is, we call it UML, اختصار لكلمة Unified Modeling Language. Okay. ملاحظين شو معناتها Unified Modeling Language. بنفس هالحصة session number one in India ولا in Poland ولا in USA, the students of computer science all over the world, they learn UML diagrams and the UML notation. فليش ليقدروا الحديث هلا, this is the only unified modeling language, ليقدروا لما يروحوا على سوق العمل لما بدهم يرسموا diagrams ليعبروا عن الفانكشناليتيز تاعوا السوفت وير يقدروا يتفاهموا مع بعضهم. Maybe CS students already learned about UML class diagrams, I think, درستوا P2 so far, okay. فبالبروجرامينج 2 كورس ما بياخذوا طلاب يمكن لما يأس وانا براعي هيدا الشيء لاحقا, بياخذوا كيف يعملوا Object Oriented Design, OOP, Object Oriented Programming Design. وهيدا اليو ام ال كلاس دايجرام كمان هي Unified Notation. لما بتشوف بوكس معين له اسم من فوق بتعني لكل الطلاب نفس الشيء, it triggers the same image in your head. معناتها في جافا كلاس او سي شارب كلاس او سي بلس بلس كلاس هيك اسمه. لما تشوف في شيء باول بارت من البوكس معناتها it's an attribute, في شيء below that معناتها هو method او function. اوكي okay. بكره حنتعلم هيدي النوتيشن سوا. اوكي okay. To be able to show to design, يعني انت once استعملت UML use case diagram to describe your functionalities, how do you program these functionalities? You have to draw a class diagram to show in terms of code how you are going to program this. But you do this in this course without writing any line of code. Okay, so بهذا الكورس ما بيهمنا نكتب كود, بيهمني بس تفرجيني انه انت you are seeing things, you are seeing the end of the tunnel. Okay, you are imagining things, designing things. Okay, هلا في بارت لذيذة بتهم الاثنين سوا, طلاب السي اس ما بياخذوها, طلاب الام اي اس بكون اخذينها ب other courses. بس على كل حال انا بوقف عن بارت كثير صغيره فيها اسمها project management, بياخذ بس introduction to project management. تلزم لكم لتصيروا تقولوا لكن لما يكون انا عندي project وعندي multiple developers وعندي deadlines that I have to meet وعندي budget, صار عبارة عن مشروع مثل مشروع تعمير بناية مثل اي مشروع إن كان, انا I need a certain management effort. ما في يقول خلاص ان شاء الله على الله الشهر الجاي بعطيك اياه. اوكي بس have you planned your deliverables. اوكي قلت لحالك انه الفانكشناليتي نمبر 1 و 3 و 16 بدي اسلمهم بعد بشهر, 4 5 ما بعرف شو حسلمهم بعد شهرين, بيقبضني اول دفعه بدفع للموظفين تاعولي, اي دو ذس اي دو ذات. كيزك تعمل انت اوفرلابينج للديفرنت بروجكتس اللي عندك اياهم هون لتخلص اون تايم, تما تفلس تما تصير بانكروبت وتروح على الحبس في مراحل, يعني يو ساين كونتراكتس وذ ذا كلاينتس. اوكي فبصير الامر جدي ما بقى فيك تمزح فيه. اوكي سو يو نيد بيسك بروجكت مانجمنت سكيلز. اوكي طبعا البروجكت مانجمنت في واحد ياخذ فيها سيرتيفيكت بي ام بي سيرتيفيكت فيها لكذا ليفل مثل سيسكو, فطلاب البزنس بياخذوها بالعاده وانت فيك تاخذها اون يور اون وبصير تطوروا حالكم فيها للاخير. بس وي تيك ذا بيسكس ان ذس كورس. اوكي والحلو فيها كابل اوف تايب اوف اكسرسايزز بيجو ذي ار فيري سيستماتيك, ما فيهم هالماث الخطير ولا شيء, ستريت فورورد, فهدول بيساعدونا كمان نقدر نجمع علمات. اوبشنلي حسب الوقت اللي بيقدينه مبين هذا الفصل شوي صعب بس مشان هيك حاطين اوبشنلي لانه غالبا ما بنقدر نوصل لهم. ممكن نتعلم كيف نعمل فيرجن كنترول للكود تاعنا, هذا البارت الوحيد الريليتد لكود. لما انا اكتب كود معين ما بعرف اذا متعاونين مع اخرين لتعملوا بروجكت لشي ماده, بس تتجاوزوا ال 200 سطر كود 500 سطر كود ببلش تعمل الفيتشرز اللي عندك هي هون, ولحديت نهار الفلاني بالليل خلص تعبت بتبعت الكود باي ايميل لصديقك اللي معك بنفس الجروب او اذا اثنين او ثلاثه, او بتحطهم على دروب بوكس او سموير وبواحد بيفوت واحد ليرتاح. ثاني يوم ثالث يوم بعد اسا فاض الاسبوع لتسلم البروجكت. So you may correct couple of bugs, you may add couple of lines of code, بس يمكن انت تصلح شيء من عندك ورفيعك يروح يزيد شيء من عنده, فصار في few lines of code انت محيون حدا غيرك مغيرون. So how to combine, how to merge these lines of code. فبالعادة ال version control systems they help you to collaborate actually مثل Git and GitHub. اوكي حرام واحد يروح على سوق العمل وما يكون يعرف what is Git and what is GitHub. اوكي سو كمان يمكن بغير كورسز عم يبلشوا يعودوكم عليهم, otherwise it's worth it انه نمر عليهم ولو ب one session to show you how you use Git and GitHub and how this make your
code versioning, okay? يعني to keep track of the history of your code changes very efficiently, okay? كمان في عنا part related to software testing. My only concern with it is that الطلاب ما كانوا اخدين already object-oriented programming بكورس مثل V2 يكون صعب عليهم يعرفوا يكتبوا كود للsoftware testing. بس الطلاب اللي اخدين object-oriented using Java, it's quite easy for them to learn this part. حقيقة, the software testing part, منشوف كيف فينا نكتب Java code, بس هالجافا كود ما بيعمل لي feature جديدة, ما بيضيف لي شيء على السوفتوير. لا, هو بحطه بباكج تاني, حد الباكج تاعي الكود تاعيتي, يعني بفولدر تاني حده, وبخليه يفوت على هذا الكود ويلعبه وكأنه هو runtime environment. So إذا أنت مبرمج function اسمه search, okay, بتاخد value وبتاخد array وهدف تبرم على هذا value بقلب الarray. فالعادة بتكتب loop 4 وتشوفهم واحدة واحدة, إذا بتساوي واحدة منهم you return true else you return false. لهالدرجة القصص بسيطة. بس فيني فرجيكم بلايف ديمو كيف فيني أنا أكتب كود لألو بشكل تقريبا في طلع شيء أربع pitfalls أو errors بالكود تاعك. Okay? If? Yes. So, for instance, have you checked إنه الvalue اللي أنت عم فتش عنها منها equal to null? Okay? ما وين مشكلة؟ بركي هالvalue أنت كاتب بالكود تاعك if the value dot equals something the value number i then return this. Dot equals هي function ما في يطلع على variable هو null. Okay, في تعطيك null pointer exception. هي oops. Okay, بس هيدي انت اكتشفت ما اكتشفت دائرة. So بس بركي الarray أصلاً is of size zero. Okay. بركي الarray itself is null. بركي الarray contains one of the values that is equal to null. If so, شكله في كتير exceptional cases و special cases that we haven't checked our code for it. بشكل عام software testing بشركات كبيرة أو بسوفتوير كتير مهمين, مثل إذا سوفتوير لسلف درايفنج كار, صرت عم تسمعوا فيهم دول السيارات بيمشوا لحالهم. This is considered a critical system. System ما فيك تمزح معه, في حياة بشر بدها, أو system للطيارة for example. هدول قبل ما يخلوه للطيارة البوينغ الجديدة تمشي بالسماء, حتى قبل ما يبعثوا مع التست درايفر, they test the code for all the possible cases. Okay, and they prove it mathematically إنه الكود مش عم بيعمل أي bug. Okay, so this is why software testing is important. Okay, so how do you know that we can talk about what is optional is marked at the end, will be in usually they are mandatory. هلا attendance I keep it 10% as in the other courses, unless أنتوا بتقولوا لي بدنا يعني عم بيكون مش عم نقدر نحضر دائما. وانا كتير representative وزعنا اياها على شيء تاني. I'm totally fine with it. لأن أنا بيهمني الحضور الجسدي, بيهمني الحضور الفاعل. Okay. فمثلا بواحدة من السيمسترز وزعت هدول العشر نقاط على البروجكت. Okay. And حتى البروجكت I'm up to give it more than that حتى. Okay. Depending on how seriously the students consider it. So الفكرة حيكون في عنا tiny homeworks مرة أو مرتين بالسنة quiz. Okay. والباقي هو homework. يعني انت ما في داعي يكون عندك هالقد large penalty. الهومورك لما بيتصلح المهم انت عامل الافورت, مش ضروري يكون 100% صح, غير الكويز اللي هو باينري يا صح يا غلط وبيروح لك علامه. بس استيل نعمل couple of quizzes بس to tune سرعه الطلاب ويدرسوا, مش يتركوا كل شيء للميدترم او للفاينل. اوكي. في عندنا ميدترم, في عندنا فاينل, بيكونوا تقريبا بهدول البرسنتجز الا اذا وزعناهم مثل ما قلت لكم على غير نقاط. لا سمح الله في حال الطلاب ما كانت العالمة تاعيتهم يعني مثل ما متوقع, مع انه usually it is like guaranteed العالمة لانه it's open document, you only have to reason. okay, يعني انت كل السلايدز يكون معك هون, فيك تطبعهم, فيك تجيبهم معك مطبوعين, وفيك بس بدك تحلل الكيسز اللي بين ايديك. okay, البروجكت هو اهم واحد لانه هو كمان fully open document, فيك تستعين باي صديق, فيك تستعين ببروجكت من السنة الماضية. انا اصلا حطيت لكم couple of examples of previous projects, like تستوحي منه لتعمل your own new project. هي بس انك فرجيني انت عملت الافورت to start the project from scratch. okay, فعلى هذه السلايد انا بس احكي عن نقطة البروجكت لانه it's really important. فكرة البروجكت هي انك تنقي اي نوع سوفتوير يكون بيطبقوا عليه كل هودي الكونسبتس اللي شفتهم هون. يعني فيك تعمل له requirements engineering, فيك تعمل له ترسم له use case diagram, class diagram, and that's it. So we don't need ثلاث نقاط اللي انا بعمل لهم verification بالبروجكت. اوكي. بتقلي ايه بس ليش ما بتعطينا انت topics من عندك؟ The whole
بوينت هي انه يكون البروجكت انتو هوم ميد من عندكم انتو. انا بدي اياكم تفرجوني كيف على فكره تماما من عندكم انتو بتحبوها, انتو سوفتوير, نوع سوفتوير انتو مستعملينه كتير متمكنين منه, كيف قادرين تعملوا ابلكيشن للكونسبت عم تعلموا معي بالكورس. اوكي فور انستنس كيف اوصول لرسم اليوز كيس دايجرام عم بتطبقوه على اكزامبل انتو من عندكم, لان انا من خلال السيمستر اني انا اعطيكم التوبيك يعني الاكزامبل من عندي, وشو بيكون الاكزامبل كثير ارتفيشال. اوكي مثلا بقول لكم اعملوا لي يوز كيس دايجرام تفرجيني المودل كيف بيشتغل, بس بليز ما تاخذوا كل شيء موجود بالمودل لانه معقد, اعتبروا بس انه انا بالمودل بس بقدر اعمل ابلود لبي دي اف فايل, داونلود لبي دي اف فايل, بعمل الشغله الفلانيه. اه سو بتكون كثير ريستريكتيف لانه يكون اكزرسايز صغيره وبيجي بالمتر وما بيجي بالفاينل, فبيكون معك كثير وقت تفكر فيه بالبروجكت. عم بدك تفرجيني لو انت عم تاخذ كابل اوف ويك اندز عم تفكر انت ببروجكت فروم اي تو زي كيف عم تطبق كل افكار الكورس على هذا البروجكت اكزاكتلي مثل ما حيكون مطلوب منك بسوق العمل. بسوق العمل حتيجي على دائما على نيو بروجكت ما حدا ما في بزتوك بنص البير بيقطع الحبل فيك, وانت اتس اب تو يو تو كم اب وذ ا سبيسيفيكيشن اوكي وذ ا ريكويرمنت اناليسيس with the design, وانت بدك تخلص حالك and then you have to code it afterwards. اوكي وحتى مثل بقول لك شويه project management بيقول لك انا الشركه كنت اشتغل فيها بعد بعد ما خلصت شيء اشتغلت couple of years in a software development company, كنت انا اللي اعمل the time estimation تاعتي, يعني انا كنت كمان kind of project manager بس للبارت اللي انا بكون مسؤول عنه. اوكي ف it's up to me to estimate load تاعت هيدي التاسك. اوكي طبعا هني عندهم خبرتهم, سو مصلحتي اني ما كتير زيد الوقت لحالي ولا حيصير يحسوني اني غشاش. اوكي وما كتير اثر على حالي, يعني بدي يكون كتير حاول تكون كتير اونست لانه ولا عن جد بصير بفشل بعدين, وهون أسوأ لهم لانه حيضربوا حسابهم انه انت بعد اسبوع حتخلص حتنتقل على تاسك جديده, او يمكن ياخذوا مشروع جديد لانه بيعرفوا انه انت وانا وانت وهن خلصنا البروجكت تاعنا. اذا كليتنا طلعنا عاملين اندر استيميشن للود فبيخلص الشهر ماضيين كونترا جديد بس ولا واحد منا قادر يبلش على هذا البروجكت, and the delays starts on the next project. هذا شيء كوارثي. Okay, so this is why we have to pay attention to these details. هلا بالبروجكت أنا ما بطلب منك project management. Okay, ما بطلب منك تطبق concepts لproject management. نوقف بس عند ال UML class diagram. واللي ما إنه أخذ UML class diagram أو اللي بحسه صعب عليه, مثلاً for instance طلاب الـ MIS ممكن اكتفي أنا أخذين كورس database. اوكي اخذ كورس تبعي سو في اكتفي انا بايكوفلنت الكلاس دايجرام, ممكن تعطوني وات وي كول اي ار دايجرام يعني انتيتي ريليشنشيب دايجرام اتس كومبليتلي فاين. اوكي طلاب السي اس مطلوب انهم يعملوا كلاس دايجرام, ما فيها الفرق الخطير, هو الفرق بيناتهم انه زياده على الاتريبيوتس وعلى الداتا اللي مسجله بالداتابيس كمان في اسماء فانكشنز بيصير بيفرجونا كيف لوكالي بكل كلاس في حد الداتا موجوده الفانكشنز اللي بيشتغلوا معها, يعني بانتيتي اسمها ستودنت مش بس في date of birth بدل age, هدي كلكم لازم تنتبهوا لانه الايج computed مش هيك, فما بروح بسجل بالداتابيز الايج تاع الستودنت, بسجل date of birth بصير at any moment in the future. اوكي okay, I can subtract the current date from the birth date وبطلع قديش عمره للستودنت, بينما اذا بزيد انا 13 بقلب الداتابيز لما السنه الجايه حيصير هذا الطالب عمره 14. اوكي سو شو بدي روح اعمل انا سكريبت يعمل لي كل ليله بالليل يزيد, او كل عراس السنه يرجع يزيد بكل اعمار الاشخاص؟ لا خليني اسجل الاوريجينال انفورميشن اللي منها كومبيوتد هي او كالكوليتد هي the date of birth. سو هيدي معلوميه لازم الكل يكون منتبه لها, يمكن اوريدي اخذنا كريمارك بكورس الداتابيز انا مش عم بذكركم فيها اليوم, بينما اللي بينتبهوا له طلاب السي اس انه بقلب نفس هذه الكلاس اذا حاطين مثلا عاملين ريليشن شيب بين ستودنت والكورس مشان يقولوا كل ستودنت قديش علامته على كل كورس. اوكي فمن هالريليشن شيب اللي اسمها كورس ريجستريشن او كورس جريدز اوكي بيعرفوا انه هنيك بيتسجل هذا الطالب سجل هذا الكورس واخذ هيدي العلامه. اوكي الافرج از كالكوليتد مثل الايج, سو ما بنسجل الافرج بالداتابيس بنسجل بس علامته على كل كورس. اوكي اما بالميموري بالكلاس دايجرام بالكلاس اللي اسمها ستودنت هنيك بنحط فانكشن اسمها كالكوليت افرج. اوكي هي بتعمل كويري لتروح تجيب لي الجريدز على كل الكورسز تجمعهم بتقسمهم على عدد الكورسز او بتطبق اي فورمولا نحن عندنا اياها. اوكي اوكي هلا اذا الطلاب لما يس لا وهي الفكره كثير بسيطه, they can create class diagrams وبيمشي الحال, otherwise you can we can be satisfied only with entity diagrams entity relationship diagrams. اوكي so, كان عندك سؤال؟ يس اصلا انا ما بطلب الكود تاع البروجكت
وفيك تنقي شو ما بدك topic. المهم بكرة قريبا بصير يعني من هون لشي 2 sessions maximum ببين معكم أي نوع من البروجكت أنا بدي. النوع البروجكت اللي بدنا إياه هو what we call software intensive software. Okay, not hardware intensive software. Okay, لحظة software intensive projects, not hardware intensive projects. Okay, لأنه تيجي بتقول لي إيه أنا خطر على بالي فكرة كتير لذيذة أعمل مثل software اللي يعمل management للparkings. Okay, كل ما فتت صفة سيارة في sensor بيلقط إذا صفي إيه ولا لا. It turns the light from green to red. تشوفون بالABC let's say يكون ضوء بالأخضر بس يجي صف سيارة بصير بالأحمر. And then that slot is considered from now on as being occupied. Okay, so we see total number of available spots minus minus على هذا الطابق وبصير فرجيكي على certain counter. Okay, على certain LED screen. الكارد اللي انت بتفوت فيها بكون عنده ID معين ومكتوب عليها انت التاريخ والdate والtime وبس تكون ظاهر اذا بتعملها validation بيقول لك قديش في عليك بيشوف لك الcurrent time minus the time اللي انت فت فيه بيطلع لك بيضرب لك ايه number of hours ناقص مدري شو زائد 6000 ناقص اوكي وبيطلع لك قديش لازم تدفع مش هيك and that's it and then within 10 or 15 minutes بس تشيك لها هالكارد بيفتح لك البارير بتفتح اذا ما هيك بيعطيك error ولازم you have to pay additional sum or something like مش هيك اذا بتطلع فيه لهيدا فكروا فيها كداتابيز شو لازم تحتفظ بمعلومات مش هيك بدك كل ID لكارد نعمل له issuing بدك تحط فيها إلى serial number مثل باركود ما هي وبدك تحتفظ إنه هالكارد اللي عنده هذا الID فتت بهذا ال start time is equal to 123 اللي هو رقم معين ال out time is equal to null ما بيكون في شيء على حاليا بس يرجع يتكسر بيحطوا أي ساعة هو ظاهر that's it شيء بكفوا بتيبل واحد بقلبه 3 columns في شيء data زيادة بعد شو ما حدا بيسألنا شو اسمنا كم ولد عنا لون عيوننا ما في ولا information شو علامتنا على كورس الفهم ما في okay so ماشي so فلاحظ أنت عندك one single type بعدين إذا تفكر فيها مين هن the users في one type of users اللي هن أي حدا أي visitor لهذا الباركينج بشكة okay so هذا يعتبر hardware intensive system لأنه كل الفازلكات اللي فيه هن بيلبقوا لطلاب ال CCE للإنجينيرينج لأنه بيعرف يركب السنسور ويعرف يفتح البارير ويسكره اوكي هون القصة يركب موتور ويركب سنسور واكتويتر صار مثل اوتوميشن بروجكت اوكي ما بيلبق يكون لا سينيور بروجكت لأننا نحن اوكي ولا بيلبق ما فيه شيء سوفتر معقد اوكي اللي نحن بدنا اياه بس تيجي تقول لي انا سوفتر لفارماسي في عندي الاونر اوكي بده يشوف بس حساباته باخر النهار ولا مره بيوسخ ايديه وبيعمل ببيع دواء حتى اوكي هو مانجر يمكن حتى لكذا فرع بس عندي الكاشير في عندي اللي بيعمل الستوك مانجر اللي بيشوف الادويه بيعمل الطلبيات يمكن في عندي شركه الادويه اللي بتعطيني الادويه بدي اياها تفوت لعندي على سيستم لتشوف شو اللي ناقص عندي اوكي سو في عندي البيشنتس بدهم يفوتوا يشوفوا فواتيرهم عندي وشو صار عليهم مصاري وشو لازم يدفعوا لي اوكي تعمل شيء لرستورانت بدك تعمل شيء لUniversity شيء لهوسبيتال اوكي مثلا بالهوسبيتال في عندك دكتورز بيشنتس نيرسز مالتيبل تايبس اوف اكترز او يوزرز وكل حدا منهم بيطلع له ديفرنت انترفيس اوكي something على فيسبوك فيسبوك في عندك تو كرييت ا جروب تو بوست تو كرييت ا نيو بوست تو تشيك ان تو كومنت تو سند ا مسج تو اوكي سو في كثير يوز كيسز في كثير functionalities وكل وحده بدها داتا تايب مختلف وبدها معرفت بدها موديلنج بالداتابيز مع الانسونه سو يو هاف تو فوكس اون سوفتوير انتنسيف بروجكتس نوت اون هاردوير انتنسيف بروجكتس بس من هنيك ورايح ما عندي كثير كونسترينتس على الموضوع اوكي اتس ا فيري جود كويشن يو هاف تو كيپ اسكينج ذس كويشن بس فيكم بدل ما تسالوها ان جنرال تصيروا تسالوها انتم سبيسيفيكلي على فكره من عندكم يعني باول كل حصه من بين ما يجي الطلاب او باخر الحصه فيكم تسألوني طيب سوري أنا فكرت بهيدي الفكرة شو رأيك ونبلش we can discuss it okay حتى طالما الطلاب قادرين يحضروا ويتفاعلوا معنا قد ما بيكون منيح okay good so قبل ما نوصل على هدول التفاصيل هات لنشوف شو هو software engineering وليش هو شيء مهم ناخد شوية historical notes ونروح على نشوف software development life cycle phases شو هني ناخد بس couple of points about them. So يمكن ما نلحق نشوف كل هذه التفاصيل. So I will make a jump على ال SDLC right away. Yeah. وفرجيكم نعمل zoom in لتشوفوا شو في أشياء خايفة علينا بالعادة نحن ما بنعملها. So usually
you only focus on implementation. So كل ال students بالعادة they focus on implementation. هذه هي اللي نحن بنعرف نعمله بكل الكورسات الباقيين. بس we miss إنه we need to talk to all the stakeholders. Okay. واحد من ال projects العالميين اللي هو حقيقةً ال healthcare system تاع ال United States كانوا ناويين يعملوا healthcare system مثل اللي موجود بفرنسا already. بفرنسا في عندهم شيء اسمه الكارد فيتال, the vital card, اللي هي الهيلث كارد تاعت كل العالم معهم one unique card. Okay. ما في مواطن ما عنده اياه, حتى الاولاد صغار بس بكون اهلهم حاملينهم اياه. So every single person has our citizen has that specific card. حتى الفورينرز بيجوا دغري بيطلع لهم هذه الكارد. Okay. وبالتالي من هاللحظه هذه, لحظه اللي بيولد او لحظه بيطلع الاراضي الفرنسيه بعد كم يوم يعني بس يصير ليجل وكل شيء, they get this card وبيصير في عندهم ما في زياره لصيدليه, ما في زياره لحكيم الا ما كل الهيستوري تاعتك بلش تتراكم عليها لهذه الكارد. اوكي. وبالتالي هالكارد هي اللي بتمنعك انك تاخذ دوايين بيتعارضوا مع بعضهم او انك تاخذ دواء من برات السيستم. ما في دواء بيفوت على الاراضي الفرنسيه الا ما بنعرف مين اللي اخذه فاينلي من الباركود تاعه. اوكي. سو ما فيك تاخذ بيلز هيك اوت اوف نو وير, حتى لو يعني الا الجينيريك مثل النيفيا كريم مثلا. اوكي. انه مش يعني شغلات بسيطه بس مو بارافارماسي اكشلي مش هيك. سو هودي الاشياء في واحد فيتامينز مش قصه, بس اي شيء اي ثينك توصل لمحل يمكن حتى ادفل فيك تاخذ, بس انه اشياء شوي سيريس ما فيك. يعني نحن مثلا اوقات ناخذ فيسيدين كيف ما كان او ناخذ اوكي لا هدول ممنوع, بدك تكون معك وصفه من حكيم جلد لتاخذ هذا الدواء. اوكي. You can get it illegally from someone else who had this medical condition وما استعمل كل التيوب, بيقدروا يعطيك اياها on their own responsibility. بس انه اوكي. ف اجوا ليعملوا هيدا السيستم ب in the USA, unfortunately ما راح يحكوا مزبوط مع كل الستيك هولدرز, لان هون مين انت الستيك هولدرز تاعولك؟ كل 75 مليون مواطن بفرنسا هن اليوزرز تاعوا هيدي الكارد وهذا السيستم. اوكي. منا كلمه بتتم. سو بدك تلاقي طريقه تكون كل الدكتورز موافقين يستعملوا السيستم تاعك, وفي عنده الابلكيشنز اللي هن بيكونوا نازلين عندهم لياخذوا المواعيد. كل واحد بيكون نزل سوفت وير على كيفه. هلا صار لازم يستعملوا نفس السوفت وير مشان المواعيد مشان القصص مشان كل شيء يتمكنن. اوكي. بده كمان السكرتري تاعت الدكتور تقدر تفوت with a certain limited access. ما بحق الا تعرف شو في معه medical conditions لهذا المريض, بس مفروض اذا شكتها بحق الا تحاسبه بالفاتوره بالاخير لهذه الكارد. اذا شكتها بحق الا تاخذ له appointment او تشوف اذا عن جد اخذ كان appointment قبل بمره. اوكي. بس ما بحق الا تشوف شو كان معه مرض او قديش طوله وقديش وزنه. هدول معلومات confidential بس الحكيم بحق له يشوفهم. اوكي. والحكيم بحق له بس يشوف اشياء ريليتد للاختصاص تاعه, ما بحق له يشوف اشياء ريليتد لغير انواع امراض. اوكي. سو اتس ا فيري كومبلكس سيستم. الفارماسيز بحق لهم يشوفوا اشياء معينه, يعني ما في داعي هدول بيقول لك خطه كان من فشكل الحكيم ما عرفنا اي دواء يعطيه, اعطوه دواء ثاني مش موجوده, لانه اصلا الحكيم بنقي اسم الدواء مع الاي دي تاعه على السيستم. لما بتروح بس بتشيك الكارد وذي نو وات تو جيف يو. اوكي. ما بيعطيك شيء بيتعارض اصلا معك لانه بيعرف كل الميديكال هيستوري تاعته, ما في داعي يسالك حتى. الحكيم اللي قبل عمل نفس الشيء. سو تعرف شغله بمحل هو هذا الشيء مش موجود, ولو كان بلد كبير مثل اليو اس اي فشل هذا المشروع بالاخير وكلف بليونز اوف دولارز وما مشي بالاخير. ليش؟ لانه ريكويرمنتس في وان اوف ذا فيديوز اللي محطوط اللينكس تاعولهم بهذا بهدول السلايدز, مش هذا الثاني تاع الريكويرمنتس اناليسيس. بتشوف في انترفيو عمله استاذ انا اخذ من عنده بارت اوف ذيس سلايدز, عمل انترفيو مع ريسيرشر بالسوفت وير انجينيرنج, وقالت لك انه ذات بروجكت فيلد بيكوز اوف باد ريكويرمنتس engineering phase. Okay. هلا بكره بتشوف انه requirements engineering بحد ذاتها في الى كذا step. في عندنا requirements elicitation, هي بس اني روح اسال الزبون شو بده. Okay. اوقات الزبون ما بيعرف يقول لك شو بده, وانت يمكن تكتب احسن احبال تكتب questionnaire وهو مضطر يجاوب عليه, بس still مش حيقدر يجاوبك على كل شيء. ما بيقدر يجاوبك على كل شيء. فهون it's up to you, maybe sometimes you have to go and observe what they are doing. هيدي it's why of eliciting the requirements. أوقات بتقول له ليك أنت بقدم على عداد كهرباء, فيك تعطيني الفورم اللي بيعبيه لا يطلب عداد كهرباء. أوكي. خلي ما بيعبي ورقة بالعادة, أعطيني هالورقة وأنت بتدرسها. أنت بصير بتشوف رقم بطاقة الهوية, أنا كان هاي زي هي الاي دي, رقم مدري شو الهاتف المدري مين. أوكي. سو أنت فيك تعمل data analysis, ما في داعي تسأله عن هدول التفاصيل. بس لما تقترح له software solution
فيك تروح تعمل له جزء من requirements engineering phase اسمه validation. So بعد ما تعمل requirements gathering و requirements analysis لتحللهم و specification لتكتبهم in clear to specify your proposed solution, لازم تعملها validation with your client. لتقول له ليك أنا بناء على اللي أنت كنت طالبه حأقترح عليك هيك نوع software. السوفتوير يا جماعة بيفوتوا هيك المواطنين أونلاين على بيفتحوا البراوزر بيفتحوا التليفون بيفتحوا التابلت شوفي ما بين إيديهم بيفوتوا ببلشوا يعملوا كذا 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 بتفرجي سكتشز للجرافيك الانترفيس بيكون مش ضروري يكونوا شغالين بس بتفرجي كيف شكلهم من هون في كومبو بوكس بنقي إذا عنده أولاد أي ولا لا بنقي اسمه اسم عائلته بده بيعمل أبلود لإخراج الأيد الفردي ما أدري شو بيعمل أوكي نيكست بيطلع له هاي الصفحة نيكست بيعمل هلا بتروح لعند هذا الموظف بيعمل ستادي الفلانية إذا مش ماشي الحال بيبعث له إيميل إذا ما رد على الإيميل within one week نعمل drop له ندري شو إذا رد نعمل كذا بلش تقول له كيف ال business process what we call a business process okay بتعمل له modeling لهذا ال business process from A to Z كيف بتصير okay it's part of the requirements engineering وبتعمل له validation مع الكلاينت بيجي بيقول لك إيه لا بس دقيقة كمان في شغلة بركي كنا آخر السنة أو إذا آخر السنة إذا في أي طلب بعده على الآن بنكنسله لأنه بدنا نسكر السنة المالية انت ما خطر على بالك لكن ما سألته هذا السؤال ما خطر على بالك so لما تعمل validation لل solution most probably الكلاينت تاعك هيستوعب قصص وحيصير يقول لك ايه موافق او ايه لا مش موافق وعدل لي هي وزبط لي هي. It's much better than correcting something in your software after you release it to your client. Okay? So بكره بنشوف in depth شو معناته requirements engineering. بس بس تخلص اكبر غلط انك بعد ما انت عملت requirements engineering تروح دغري تبلش implementation without designing your software. Okay? ما فيك تجي تقول يلا افتح لي اللابتوب افتح لي نت بينز افتح لي فيجوال ستوديو وبلش اكتب صورة كود. أي كود يعني شو هي الداتا اللي رايحة شو الداتا اللي هي جاية كده ترتبهم بالداتا بيز كل تيبل لحاله شو relationships شو هو الفورين كي مين هو ال not null condition مين هو البرايمري كي بكل تيبل شو هن الكويريز تاعولك كيف شكلهم أوكي سو كل هدول بدهم ديزاين قبل ما أنت تروح تبلش implementation بس تخلص implementation كمان كل عالم بتفكر إنه أوكي خلاص استنى الكود يلا خده على USB عطيه للزبون أو عمل له deployment على الويب سيرفر لا you have to test your code في له two levels of testing verification تفوت كل function وكل method انت كتبها تشوفها اذا عم تاخذ the right parameter وترد لك the right value okay وفي validation ما بتفوت بالكود من برا لبرا بس تستعمل السوفتوير يعني معك graphical interface بدخل data معينين بتقول لهم save سكر السوفتوير افتحه لازم تلاقي الملف اللي خلقته تحفظ اوكي اعطيه علامات 000 للستودنت قال له انه print result مفروض يطلع راسب اعطيه 10 10 10 بيطلع ناجح نقص له علامه على واحدة من العلامات لازم يرجع يطلع راسب زد له نص علامه بعد ما مشي الحال حطه بس على واحدة 10.00 مفروض ينجح اوكي حاول تدخل علامه فوق ال 20 مفروض يكون ممنوع اذا كان العلامات على 20 بهيدي المدرسه اوكي سو بدك تعمل داتا فاليديشن لكل البوسيبل كيسز محي ملف الطالب لا يمكن شو اسمه حتى مثلا محي الصف بدي امحي الصف السادس اساسي من اساسه ما بيمشي الحال انا في طلاب مسجلين فيه مزبوط سو بقول لك امحي الطلاب اللي انت ان ريجستر هدول الستودنتس قبل ما تمحي الصف ايوه منيح اللي عم يعمل هدول القصص وهدول بيكونوا كلهم مكتوبين وين خلال الريكويرمنتس انجينيرينج فيز بكون انت موضحهم كلهم ومن اول الطريق ايش عم كيف لازم شو اللي لازم ينعمل له تاست لانه هدول هن اللي انت ماضي الكونترا فيهم مع الزبون تاعك اوكي ماضي الكونترا عليهم مع الزبون تاعك سو بس ينعمل له فاليديشن اند فيريفيكيشن شوف انه everything is fine then في بين هدول الاثنين على هذا السهم اعتبر في فيز مش موجود هون بهدول الستاد اسمها ريليس اوكي بالعاده ما بينحكى فيها لانه غالبا كمان الريليس كنا نبعث الفايل اونلاين على مودل او على جوجل كلاس روم او نعطيه على USB للاستاذ او نسلم الورقه بالامتحان هيك كنا نعمل ديليفري للسوفتوير هلا صار انه في طلاب اوقات بيعملوا بروجكتس بشوفهم بيجي بيقولوا لي انا بعمل محل الديفيديات اللي عندنا بالمنطقه فبياخذون على USB بيحطوا لي على الكمبيوتر عنده وخلصت هاي هي عمليه الريليس ما فيها شيء بتخلص بنص دقيقه بس بمحلات جديه اكثر السوفتوير فيها اكبر لا انا اذا بدي اروح انزله بدي انزله على السيرفرات تاعو للامن العام اوكي او بدي اروح على وزاره الماليه في عندهم سيرفرز في عندهم IT ديبارتمنت بدنا نروح الساعه 12 بالليل العالم كلها نايمين ساعتها نبلش نحن شغل لانه هلا سيستمز اكيد مش مستعمل او ببنك معين they cancel كل الترانزاكشنز بيوقفوا كل شيء and then you apply your update او you apply your new feature او your new software اوكي القصه مش مسحه من بعدها 60% من اللايف سايكل تاع السوفتوير ببلش سو انت كل شيء هلا قطع معك تقريبا هو بين ال 40 وال 50%
between 50 and 60% of the software development lifecycle هو maintenance. ليش الفأسد هيك شكلهم؟ فيك تغير لي، اوكي؟ ليش منه بالفرنسي؟ فيك ترجم ليه بالفرنسي؟ اوكي؟ ليش ما بعرف عم نزلناه في واحد من كمبيوترات الشباب معه ايفون ما اشتغلت الاب. خيي ما انت سالتك قلت لي اندرويد، اوكي؟ انه مش كلمه بتتم تنزل نفس الاب تشتغل على الاندرويد على الايفون، اوكي؟ في واحد عمل ابديت على الويندوز الجديد بطل يشتغل عنده، اوكي؟ سو شو القصه؟ سو هذا بنسميه corrective maintenance. You have to correct your software and بطل يشتغل مع شيء جديد. Okay. So كل هودي الستابس حنعمل عليهم زوم ان وحنشوف. Okay. هلا شفناهم بس overview. حنعمل عليهم زوم ان تدريجيا. نحن عم نتقدم بالكورس ونشوف كيف بنعمله على الأصول. Okay. Once again, you used to do this only implementation. هلا you have to take care about all these steps. ونحن بالبروجكت حنعمل هيدي وهيدي ال requirements engineering والديزاين حنطبقهم على فكرة from A to Z in depth. حنشوف كيف بكرة بصير ببين معكم تدريجيا كيف نتحاسب عليها وكيف فينا انه عن جد ممكن كنا نعملها in a good way، ممكن نعملها in a يعني relatively less good way. Okay. Any questions for the moment? Okay. think it's fair. هيك بنكون خلصنا هيدا الانترودكشن. Next time بنصير بنفوت بصلب الموضوع اكثر بركي ان شاء الله on Wednesday. Okay, ان الله رد. Any other questions meanwhile? Perfect. I will upload the video as soon as possible وبعت ايميل للطلاب تيكونوا عارفين انه